الكلمة الآن للفريق الاستقلالي. بغيت نذكر عن الفريق التجمع الوطني الأحرار كذلك، أعطيتهم دقيقتين للسي الراضي. تفضل فريق الاستقلالي. سيد رئيس الحكومة من فضلكم. سيد رئيس الحكومة. سيد رئيس الحكومة. سيد رئيس الحكومة. شاركونا في النقاش. تفضل يا سيد. تفضل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس المقر، السيد رئيس الحكومة، يؤسفني السيد وزير محترم الأزمي. السيد رئيس الحكومة المحترم، يؤسفني أن يكون أول القصيدة كفر، ويؤسفني كذلك أن أدشن تفاعلي مع قراءتكم لموضوع الاستثمار بالآتي: لسنا من أهل الكهف، ولسنا في سبات عميق حتى تنقطع عنا أخبار السياسة والاقتصاد في بلدنا، فنقبل بأرقام دون وقع يذكر على جيوب المواطنين وعلى معيشهم اليومي، وحتى نقبل بكلام غير مشفوع باستجابة حقيقية لمؤشرات الاقتصاد الوطني، وعلى رأس القائمة مؤشر التشغيل والقدرة الشرائية للبسطاء وما أكثر البسطاء. عمليا أول ملاحظة بخصوص المعطيات الرقمية المرتبطة بالاستثمار خاصة وبالاقتصاد عامة. أول سؤال: لماذا السيد رئيس الحكومة لم تجعلوا أرقامكم مطواعة؟ ولماذا لم تخضعوها للسياسة الاقتصادية التي نبتغيها لبلدنا؟ لماذا ارتهنتم بيدها؟ ولماذا جعلتموها تتحكم في سياستكم الحكومية؟ هل معنى هذا أننا سنستمر في سياسة الاستكانة والاستسلام لأمر الواقع؟ هل معنى هذا أننا لن نسلك طريق الاجتهاد والابتكار لإيجاد الحلول التي تتلائم وطموحات الشعب المغربي؟ هل معنى هذا أننا سنتمادى في نمط عيش يحمل في طياته حيفا كبيرا لفئات عريضة من الشعب المغربي ضحات أعطت من دمها ومن عرقها، ونطالبها اليوم بالمزيد من التضحيات وبالمزيد من العطاء بصمت ودون أنين؟ استثمار السيد رئيس الحكومة في العمق أو التنمية عن طريق الاستثمار في العمق هي عملية تلاقح منهج سياسي ورؤية اقتصادية واضحة، ولكن على ما يبدو أن عملية التلاقح التي تكلمت عنها أو عملية التلاقح هذه استعصت على حكومتكم بدليل عجزها على استغلال هذه الاضطرابات والقلاقل التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي، عجزها عن توظيف الحراك الذي قلب دولا كمصر وسوريا وتونس قلبها رأسا على عقب، اللهم لا شماتة، وحفظ الله وطننا وحفظ الله سلطاننا. هذا الاستثناء المغربي الذين تغنيتم به والذي تغنينا به معكم سيد رئيس الحكومة، لماذا تركتموه حبيس سطور المقالات الصحفية، حبيس زحام الخطب؟ لماذا لم تحرروه؟ لماذا لم تطلقوا صراحة وتحولوه إلى ثروة حقيقية وإلى مناصب شغل بمئات الآلاف؟ لماذا لم تترجموه إلى رخاء بمعانقة المستثمرين وباحتضان الاستثمار؟ لماذا لم تجعلوا من المغرب بوابة مشرعة في وجه كل مشروع حامل لإمكانية وقدرة نمو هائلة، وفي وجه كل فاعل مستثمر وطني ومحلي راغب في إنشاء مؤسسة تجارية أو صناعية أو مؤسسة خدماتية؟ لماذا لم تستغلوا ما يدور حولنا اليوم وتجعلوا من المغرب وجهة استثمارية جذابة قادرة على استقطاب ما أسميه شخصيا التوفير العالمي؟ لماذا تعاملتم كحكومة بذهن خالي مع شمولية الاقتصاد؟ شمولية الاقتصاد اللي كتفرض اليوم إعادة توزيع تدفقات رؤوس الأموال في اتجاه المناطق الاقتصادية المحتاجة، ولكن حيث توجد المردودية الحقيقية والمردودية الآمنة للاستثمار بعيدا عن الدول اللي اليوم كتعاني التخمة جراء هذه الاستثمارات المصطنعة. والمغرب لله الحمد، بلدنا ولله الحمد من هذه المناطق، بل اجتمع فيه
ما تفرق في غيره، يكفي انه بوابه افريقيا، يكفي انه على بعد اميال من اسبانيا، اي على باب على ابواب على باب اوروبا كذلك، يكفي انه يتمتع باستقرار سياسي انعم به علينا رب العزه بفضل حكمه وتبصر جلاله الملك وبفضل تضافر كل جهود كل القوى الحيه والاحزاب الوطنيه الصادقه الغيوره والتي لا تزايد ولا تغالي في حبها وفي عشقها لهذا البلد. سيد رئيس الحكومه المحترم، الاستثمار ما هو إلا واحد الترجمة فعلية وترجمة رقمية لتفاؤل المستثمر وثقته بمستقبل البلاد اللي فيها، فقط هذه الثقة لا يمكن أن تكتمل أركانها إلا إذا كانت هناك إشارات قوية من قبل الحكومة، فأين هي يا ترى إشارات الطمأنة التي بعثتم بها للمستثمرين؟ وهل من مخاطب محدد للتواصل مع هؤلاء المستثمرين؟ واش كاين شي مخاطب؟ وكيف يعقل سيد رئيس الحكومة المحترم كيف يعقل إقصاء الاتحاد العام لمقاولة المغرب سي جو ام وهو الذي يشغل أكثر من 4 ملايين مغربية ومغربي؟ كيف يعقل أن يلغى هذا الصرح وهذا الكيان الاقتصادي الضخم من برنامج زيارة رؤساء ورجال الأعمال الأتراك المرافقين للوزير الأول التركي ويعوض بجمعية اسمها الأمل؟ أملي السيد رئيس الحكومة أن أجد عندكم التفسير الشافي لهذا الموضوع حتى يستبين الأمر للجميع. أين هي السيد رئيس الحكومة اللجنة الوزارية للاستثمارات؟ هذه اللجنة رفيعة المستوى التي تشرفون عليها شخصيا، لماذا تأخر انعقادها؟ وهي المنوطة بها مهمة بلورة وتنفيذ كل إجراءات الكفيلة وكل التدابير الكفيلة اليوم بتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات. وماذا عن الصناعات التصديرية؟ ماذا فعلتم بخصوص الصناعات الموجهة للتصدير اليوم خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يتحتم فيه على القرار الاقتصادي أن يركز بشكل قوي على رقم معاملات بالعملة الصعبة وعلى احتياطي بالعملة الصعبة، هذا الاحتياطي المتآكل والمتهالك اليوم. آليات التدبير لا متمركز سيد رئيس للاستثمار أو ما يصطلح عليه بالمراكز الجهوية للاستثمار، لقد أهملتموها، هي اللي مفروض أن تطلع بدور محوري في تعزيز وفي تحفيز الاقتصاد الجهوي وفي استقطاب المشاريع وفي إحداث فرص التشغيل الذاتي. اليوم هذه المراكز هي خاوية على عروشها. النظام الجبائي خصو يتعاد فيه النظر سيد رئيس الحكومة المحترم، لا بد أن تدعموا المؤسسات أو الشركات لتقوية وتعزيز رأس مالها، لأن لك كان عندها رأس مال قوي يمكن تستثمر. رأس مال قوي يمكن تستثمر خصوصا أمام صعوبة وفي كثير من الأحيان استحالة التمويل البنكي. ومادام تكلمنا على الأبناك السيد رئيس الحكومة المحترم، لا بد من إعادة النظر في دور الأبناك في تمويل الاستثمار. أبناكنا اليوم والتي تتمتع بحماية الدولة، أبناكنا تجارية محضة، لا هم لها إلا تكديس ومراكمة الأرباح عن طريق تجميع الودائع بأثمنة بخسة وتحويلها إلى قروض بسعر فائدة ملتهي. كذلك سيد رئيس الحكومة المحترم، الإدارة لا بد من إقلاع إداري حقيقي يعالج الروتين ويختبر كل عملية إدارية حتى نتمكن من اقتصاد الجهد وحتى نتمكن من اقتصاد الوقت وحتى نتمكن من تبسيط المساطير المتشعبة والمعقدة. طريقة تسيير العلمي للأنشطة الاقتصادية سيد رئيس الحكومة، عادة وحتى في نطاق شركة صغيرة ولا متوسطة، هذه الطريقة تسير تستدعي أخذ الآفاق المستقبلية بعين الاعتبار عندما نحدد الأهداف. هذه المنهجية هي ضرورة ملحة بالنسبة للحكومة، لماذا؟ لأنها تتحمل معيشة شعب بأسره، تتحمل مسؤولية فئات، تبحث عن الشغل فلا تجده، تبحث عن مقعد في المدرسة فلا تجده، تبحث عن سرير في مركز استشفاء فلا تجده. السيد رئيس الحكومة المحترم، إذا اليوم السيد رئيس الحكومة اسمحوا لي نقول لكم بأنكم تخليتوا عن فكرة التخطيط، تخليتوا عن فكرة التأمل، تخليتوا عن فكرة الاجتهاد في التصور على الأقل في المدى المتوسط والمدى القصير. السيد رئيس الحكومة، هل معنى هذا أننا سنستمر في سياسة التضييق؟ راه المغرب الحمد لله عرف فجوة على في عهد الحكومة السابقة وبدعم ملكي كريم واضح ومباشر، وكأني بكم اليوم سيد رئيس الحكومة تقولون للمغاربة لقد تحسنت أحوال المغرب أما أحوالكم اليوم فانتظروا. وهذا ماشي كلام من فراغ، هذا واضح ومستشف من كلامك سيد رئيس الحكومة. وخليني نذكرك بما قلت في مجلس النواب بمناسبة تجميد 15 مليار درهم ميزانية الاستثمار العمومي في البنية التحتية. قلتي هذا المستشفى لما بنيناش هذا العام نبنيه عام اخر، وهذه المدرسه لما بنيناش هذا العام نبنيه عام اخر. لقد اتخذت القرار وهذا حقك، قررت تجميد هذه المساله،
قررت وبجرة قلم أن توقف ساعات الإنجاز والتشييد والاستثمار في المراكز الاستشفائية وفي المؤسسات التعليمية وفي شق المسالك القروية وفي فك العزلة عن الدواوير النائية، وهذا حقك، ولكن بالمقابل وهذا حق المغاربة كان لابد أن توقف ساعات الاستيفاء واستخلاص الضرائب، لأن الملزم المنطق اليوم والعدالة يقتضيان أن توقف استخلاص الضرائب مقدار 15 مليار درهم السيد رئيس الحكومة، لأن الملزم المواطن المغربي عندما يؤدي الضريبة كيبغي يشوفها في زنقة نقية في شارع واسع يتوفر على الإنارة العمومية في مدرسة في مقعد في المدرسة للدرس والتحصيل في سرير في المستشفى، ولا عجزتي اليوم أنك توفر لهم هذا الشيء؟ كان عليك منطقيا وعدالة أن تعفيهم من الضرائب اللي كيضطروا في كثير من الأحيان سواء المقاولات سواء الأشخاص الذاتيين أنه يبيعوا المتاع البيت ديالهم باش يخلصوا هذه الضرائب في رئيس الحكومة المحترم. هذا كله مرفقات سيد رئيس تقودني الآن إلى نقطة أساسية في هذه المكاشفة، هو أن آلية صنع القرار اليوم داخل الحكومة تعطلت وفي حاجة إلى من يصلح عطلها وأعطابها. المغاربة اليوم في حاجة إلى من يتخذ القرار الشجاع ومن يتحمل وزر القرار وجريرته، في حاجة إلى من يأخذ من يومهم لغدهم وليس من يأخذ من يومهم لماضيهم كما تفعلون اليوم، لأن الماضي السيد رئيس الحكومة تدحرج في هوية الزمان، وأي اعتقاد مخالف في تقديري خطأ قاتل، لأنه يسقط في فق القراءة التبسيطية، قراءة تبسيطية من قبيل وما كاين باس حال حسن من حال، راه اليوم حسن من البارحة. إنه أوان الصدق والكلام الذي يوافق الحق والحقيقة اليوم مفاده بأن اليوم أسوأ من البارحة، والمغاربة يدركون هذا الأمر تمام إدراك. هذه المغاربة اليوم الذين سئموا لغة الحيوانات ولغة المخلوقات الظاهرة والخفية، سئموا هذا البعد الاستعاري في الكلام، أصابهم الضجر من الكنايات، سئموا السيد رئيس الحكومة من هذه الصور التي تعتبرونها بلاغية ومعبرة. المغاربة اليوم سيد رئيس الحكومة الذين طوروا ذكاء وطنيا جماعيا منقطع النظير ليسوا بحاجة إلى دكاترة التجميل يخفون التشوهات الحقيقية للوجه من خلال المشترط ومن خلال المساحيق، ما في حاجة لأرطبونات سياسة، بحاجة إلى هندسة سياسية وإلى مهندس سياسي وطني، إلى رجل الصدق والسجية. شكرا شكرا شكرا. الحكومة إلى من يرصد بدقة مواطن الخلل التي تعطل تطور البلاد، من يستطيع أن يعبر بإيجابية شديدة عن البدائل الضرورية للخروج من الأزمات، من يستطيع أن يبني أسس هذا المجتمع، من يؤمن بالحق في الاختلاف، من يسعى إلى توسيع هوامش الاختلاف لأنه يرى في تقليصها تصلبا لشرايين الفكر الحر والرأي الحر داخل قوانا الحية. الوقت يداهمني سيد رئيس الحكومة، ولكن سأقول لك باسم حزب الاستقلال الذي صاحبه ناموس المصلحة العليا والذي لم ينقطع عنه وحي النقد الذاتي، هو اليوم اختار وجهته وهي وجهة الشعب مصداقا لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إذا سندافع باستماتة عن الصالح العام وسندد بشدة سيد رئيس الحكومة المحترم بكل ما ينافي مصلحة الشعب العام، ونتمنى من أعماقنا السداد والرشاد للحكومة في نسختها الثانية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا. كلمة الآن.